تعرفين عندهم احتياجات اكثر من الرجال، النساء بصوره عامه احتياجاتهم اكثر. نعم. ممنوع منعا باتا انه تدخل لهم اي شيء يحتاجوه. احنا قبل ان نصعد للبيت سمعت لحضرتك مناشده احد السجينات بانه تناشد انه ابسط حقوقهم توصل لهم. يعني المي اللي هو شنو المي، يعني ابسط حق من حقوق الانسان. انت يعني العفو من انت حتى الحيوان هم تنقهرين بالحر، تخلي له المي. بكل تاكيد ابسط شيء سجينه تحتاج مي يجيبوا لها، اذا جابوا لها طبعا، لانه عدد محدود المي اللي يوصل لهم والماي حار يوصل لهم. فأبسط شيء عندهم يريدون بس الماي إنه يكون بارد داخل السجن. طبعاً عن لسان موكلاتي وعن لسان السجينات معاناتهم ما تنتهي، زياراتهم كل 15 يوم من قبل الأهل، ومو كل شيء ممكن إنه يدخل لهم. زين، فيما يتعلق بالنظافة الشخصية للسجينات، هذا اللي يعانون منه. إحنا عندنا يعني مع احتراماتي للجميع صاير شلون اقول سلطه فوق سلطه، يعني القوي ياكل الضعيف. أنت حتى الحمامات العفو، يعني عندنا نزيلات، يعني العفو مرات اكو كلمات يحجز يعني تخدش المقابل، بس اسمحوا لي اني اقولها. يعني قاموا يطلبون من اهلهم العفو، الحفاظات مال كبار السن، لانه الجهات الاقوى من عندهم، السجينات الاقوى من عندهم منعوهم من دخول الحمام. فتفضل انه تخاف من الضرب او من المشاكل اللي تصير بداخل السجن، تفضل انه تلبس حفاظات الخاصه بكبار السن على انه توقع وياهم بمشاكل وتخلص من الاشكالات اللي ممكن انها تصير. هذني بلطجيات لو متنفذات. هو هي الغلط وين دا يصير؟ الاستاذ المحترم هسه وضح قال الخلط اللي دا يصير. يعني انا هل من المعقول اجيب متهم مخدرات وقتل اخلي ويا متهم بقضيه بسيطه او بقتل عمد او عفوا قتل غير متعمد او الى اخره؟ مو هنا دا تصير سلطه اقوى من سلطه.